فهمي ليه الموضوع؟ كده مش هينفع. ايوه فريدة هانم. مين؟ فريدة هانم. اهلا 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 يا ست الكل. ازيك؟ وحشتيني. اتفضل. عاش من شافك. انت اللي قطعت مره واحده يا فهمي بيه. ايه مفيش تليفون ولا نسيت نمر التليفون؟ معقوله معقوله يا فريدة هانم انسى نمر تليفونك؟ يعني كنت على بالك؟ انت في بالي على طول، بس انا كنت مسافر وقعدت بره شهرين. الحمد لله على السلامة. اموري. انا جاية لك في طلب صغير قد كده. انا ومكتبي وموظفيني تحت امرك. خير يا حسنة؟ جالك العجل يا حبيبتي؟ لا يا ام علي، كدنا العوازل يا حبيبتي، البيت خلاص مش هيتهد. السلام عليكم. سلام يا باشمهندس. سلام يا باشمهندس. صباح الخير يا باشمهندس. اتفضل اتفضل. ربنا يخليك لينا يا باشمهندس. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيده يا عم جابر. اهلا يا ست العرايب. عملت لي ايه في اوضه السفره؟ قطعنا الخشب وهتستلمي في ميعادك ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم جابر. واخبار العريس ايه بقى ان شاء الله؟ ده انا واصل لي منه جواب اهو. ما قالكيش فيه هيجي امتى؟ لا لسه ما قريتوش. طب يلا يا حبيبتي عشان تلحقي تقريه. الف مبروك يا استاذ جابر، الف مبروك يا رجال. خير ان شاء الله. خلاص اللجنه قررت ان العماره سليمه وتقعد 10 سنين كمان. انا مش قلت لكم البيت ده جملي ومتين؟ مش زي العمارات بتاع الايام دي الكرتون اللي بتقع قبل ما تتسجن. بس بقول ايه بقى يا رجاله؟ ايوه. الله الله على الجد. السباكة اللي في العمارة كلها لازم تتعمل وبسرعة. هتكلفنا كتير المسألة دي؟ هتكلفنا حوالي 1000 جنيه. بس الحمد لله. امال اللجنة لو كانت قررت ان العمارة تتهد كنا زماننا دلوقتي في الشارع كلنا. اعوذ بالله. يا جماعة ده احنا ولاد حتة واحدة واهل. هو اذا كنتوا زعلانين من حكاية اللجنة اللي جت عينت فده لاني خايف عليكم. وانا مستعدة اثبت لكم حسن نيتي. حرام من البيت على حسابي. لا هو حضرتك هتدفعي تلت التكاليف وبس، لكن احنا هنكمل ازاي؟ انا اتفقت مع السكان على كده. موافقة؟ لا. طب وهتفضلوا واقفين كده يا جماعة؟ ما تتفضلوا تستريحوا؟ احنا مش هنستريح غير لما نطمن. خلاص؟ وعندكم حد بقى يعمل الترميمات ولا اجيب لكم انا حد من اللي شغالين عندي؟ انا موجود عندي واحد. لا يا ست ولا مؤاخذة، باشمهندس اتفق مع واحد سباك كويس هو اللي هيعمل الشغل. خلاص؟ على خيرة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في ايه يا فريد؟ خير يا جماعة؟ خير ان شاء الله. شوف يا معلم جمعة، احنا جايين نشوف موضوع البيت اللي لممنا هتعملوا فيه ايه؟ البيت؟ ما هي اللجنة جت جمعة. خلاص اللجنة قالت قرارها وانا شخصيا مرحبة بيه. والجماعة خلاص مش زعلانين. مش كده ولا ايه؟ ربنا ما يجيب زعل. تسمح دقيقة واحدة؟ أصل في مشكلة كده صغيرة عايز أخد رأيك فيها. تحت أمرك يا فندم. هو حضرتك مهندس مش كده؟ أيوه. أنا عندي عمارتين في مدينة نصر بقالهم سنتين مش عايزين يشطبوا ومحتاجة مهندس يشرف عليهم، ويا ريت تقوم أنت بالمهمة دي. يا ريت كنت أقدر، بس أنا موظف. ما أنت تقدر تاخد أجازة سنة بدون مرتب. وهدفع لك اللي انت عايزه. وهتدفعي له كام كده يا استاني ولا مؤاخذه؟ اصل علي ده ابني وانا اللي مربيه. يكفيك 500 جنيه في الشهر. ده مرتب كويس قوي يا علي. ده قد مرتبك في الحكومه 5 مرات واكتر. حق يا علي. دي تبقى تعطي الاجر ومتحت لنا. المبلغ مش كبير قوي للدرجه دي يا منى. انا ليا زمايلي بيشتغلوا في مشروعات استثماريه وشركات اجنبيه بياخدوا اكتر من كده بكتير قوي. ما تنساش انه اول تعليم ممكن بعد كده سنين. اهم حاجه في الموضوع ده يا حبيبتي ان ممكن تاخدي اجازه وتقعدي تربي وقتك. ايه ده بقى؟ ايه اللي صح هو؟ بقول
قلت تربي وائل مش تنهي لي وائل. ايه اللي صحك يا استاذ؟ تاخد لنا شقة جديدة كده في مكان حلو، وكم شهر تجيب لنا عربية صغيرة عشان نفتح فيها وقول. عايزة الصراحة يا منى أنا متردد. ليه؟ هشتغل عند واحدة ست. ومالهم الستات بقى؟ هو مش شغله خلاص؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. ماما خدت الدواء؟ من بدري وزمانها بسبع نومة. والقرد ده إيه اللي مصحيه لغاية دلوقتي؟ القرد الصغير ده عايز مامته حبيبته كده يوقونا؟ يا سلام خلاص؟ ما بقاش في غير الأستاذ وائل، وأبو وائل راحت عليه خلاص؟ معدي ده أبو وائل هتفضل زي ما هي طول العمر، مش كده يوقونا؟ جمعة جمعة تفتكر الحكاية دي هتنفع؟ حكاية ايه؟ حكاية البيت. ماله؟ لو فعلا قدرنا نهد البيت ده ونبني مطرح عمارة نبيع شوائها تمليك يا ريت يا جمعة. وايه اللي مش هيخليه ينفع؟ طب اسمع انا عايزك تعرف لي مين السباك اللي هيجيبوه يرمم البيت. حاضر يا عيون. حاضر يا روحي. طب نعم يا اخواني. تعالى يا استاذينهم شوف. ايه ده؟ مسكتين عليه لغايه دلوقتي؟ يا ما قلنا ونبهنا لكن مفيش فايده، لازم نستنى لحد اخر لحظه. السكان غلابه يا استاذ جمعه، هيجيبوا منين؟ لو اتلحق اول باول ما كانش حاله وصل لكده. معلش يا استاذينهم، المهم انك تبتدي شغل من الصبح وفلوسك عندي انا. ماشي الكلام يا باشمهندس. يا ساتر. اهلا وسهلا يا معلم جمعه. لا مؤاخذه، الباشمهندس عايز يشوف عفشه المي. ده بيتك ومطرحك، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا اسطى. اهلا وسهلا. اهلا يا عم راشد. بتلعب ليه؟ بالسلم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. ياه معقولة دي؟ ده الحيطان بايشة خالص. وعندنا أكتر. ياه ما قلنا لكم غيروا جلب الحنفيات كأننا بندن في مالطة. مظبوط يا أستاذ راشد؟ مظبوط. طب خدنا إيه يا حسنى؟ عاملة فضل تخلك صينية بطاطس في الفرن. باللحمة يا حسنى؟ يا أخويا الأمر ما يتلامش، برضه حتى مصرتين في الصينية، هبعت لك طبق تدوقه من إيديا. أنت هتقولي لي؟ وهي الايدين الحلوه دي بيطلع منها غير كل حاجه حلوه. ربنا يكبر بخاطرك يا جابر. ويخليك ليا. انا جابر. انا اهو. انت فين يا اخي؟ كنت جروب انا اهو. قلت ايه بقى يا استاذ زين؟ زي ما انت شايف يا معلم، عفشه الميه حالتها تعبانه قوي. لازم المواسير اللي جوه الحيطان كلها تتغير وتركب مواسير جديده. يعني في هدد يعني؟ طبعا. طب اعمل لي مقايسه للعمليه كلها واحنا تحت امرك. ولا ايه يا استاذ؟ طبعا مفيش حاجه غير كده اللي تشوفه. خدتك بعافية يا ست حسنية. وانت بعافية يا معلم جمعة، شرفت وأنست. ايه اللي رجعك تاني؟ عايزين نتكلم في الموضوع. موضوع ايه؟ هو في غيره؟ الجواز. لما ربنا يريد يا جابر. انت يا حسنى بنتك اتجوزت وسافرت مع جوزها وبقيت عايشة فرضانية زي حالاتي، ما بقاش ليكي حجة بقى تتحججي بيها. طب انزل احسن يستعوقوك. يستعوقوني؟ انا مش نازل الا لما تقولي. يا راجل انزل احسن، يقولوا اتاخر عندها ليه؟ ما يقولوا، احنا بنسرق. استنوا، انا راجل بخاف من ربنا، مش بتاع حاجات من دي. بقى يا استاذينهم، ربنا قال ان يبقى عندي بيت طويل زي ده ويجيب لي 20 جنيه في الشهر. ما هو برضه الناس اللي ساكنين فيه غلابه استاذ. ما انت كمان غلبان وصاحب عيال. خليك في حالك احسن. امسك ادي جزء تحت الحساب والباقي لما تخلص. ما تمسك يا استاذينهم. ايوه استاذ،
لكن هشتغل ازاي والباشمهندس علي واقف على ايدي؟ وده باشمهندس وفاهم كل حاجه ويمكن يكشف الموضوع. لا اطمن، الباشمهندس مش هيكون موجود، انا عامله حسابي. العمارة دي بقى متغير عليها لحد دلوقتي ثلاث مهندسين ومقاول. يا ساتر، ليه بقى؟ الضمير يا باشمهندس اللي اتعدم اليومين دول، كل شويه هاتي فلوس هاتي فلوس ومفيش حاجه بتخلص. بس انا متاكده انك انت اللي هتشطبها وفي وقت اقل كمان من اللي هم حددوه. ربنا يستر. طب تعالى اما افرجك. ابراهيم ابراهيم، في مشاريع عايز اخد رايك فيها. الحقيقه اللي انا فهمت ان انا مسؤول عن عماره مدينه نصر وبس كمهندس يعني. ايوه ايوه فاهمه قصدك، بس في الحقيقه انا ارتحت لك قوي عشان كده حبيت اخد رايك في حاجات كتير. انا عندي حته ارض في اسكندريه حاب اخدك اوريها لك، وحاجات كتير بعدين اخد رايك فيها. المهم عندك مانع دلوقتي نروح على المزرعه؟ لا طبعا ما عنديش اي مانع. اهلا بيك يا معلم جمعه. ايه ايه اخبار بقى المشلتت والحاجات الحلوه؟ عايزين بقى ندوق الباشمهندس المشلتت بتاعنا. حالا ينعمل. الله يخليك معايا يا مصطفى. ايه رايك في المزرعه يا باشمهندس؟ دي حاجه عظيمه جدا. اهنا بقى كل اسبوع اخطف يومين اجي هدي اعصابي هنا. ايه رايك فيها؟ بيني وبيني معاكي حق 100%. ايه يا باشا اهو، واحد ماشي اهو، واحد ماشي اهو، واحد ماشي اهو، واحد ماشي اهو. انت ما جيتش على الغدا ليه يا ابني؟ ابدا، رحت العزبه مع فريده هانم واتغدينا هناك. هاي واحد ماشي اهو. فين بقى يا زيتي؟ العزبه مع فريده هانم. انت شغلك ايه في العزبه؟ كانت بتوريني مساحه الارض اللي عندها، بتفكر انها تقسمها. دي لو فكرت في المشروع ده. نعم يا حبيبي، هيكتبها مكاسب خطيره. وانت بقى اللي هتبع لها الارض؟ هتشتغل لها سمسار؟ سمسار ده ايه يا منى؟ قولي مدير اعمالها، هبقى مدير عام. ابوك هيبقى مدير عام يا وادي وائل، ابوك هيبقى مدير عام كبير قوي قوي قوي. عارفه يا منى؟ لو البنك وافق على تمويل المشروع التاني هيبقى مفيش اغنى مننا. على فكره انا مسافر معاها بكره اسكندريه. اسكندريه؟ وفي بقى ايه كمان في اسكندريه؟ ارض تانية ولا ايه؟ طبعا، ارض مساحتها كبيره قوي. على فكرة يا منى، الست دي في دماغها مشاريع خطيرة جدا. يبان عليها غنية قوي بقى يا علي. قوي 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 قوي. انت بتغيري يا بطة؟ طبعا بغير، انت مش عايزانا غير. يا راجل افهمني، انا عايزة ابعد الواد ده عن البيت لحد السباك ما يخلص شغل. قول لي بقى، انت مرجي كان عندك النهارده بيعمل ايه؟ انا هاجي معاكوا اسكندريه. يا راجل التمرجي كان عندك بيعمل ايه؟ الدكتور كاتب لي على حقنه عشان انا نفسي اجيب عيل. انت ما نفسكيش في عيل يا فريده؟ هو في ست في الدنيا ما نفسهاش تبقى ام يا جماعه؟
احسن في الهم. على مهلك يا اسطى، البيت قديم يا اخويا ما يستحملش. رست انت، خلينا نشوف شغلنا امال. خليك شوف شغلك امال. بفكر اعمل على حته الارض دي مصر بدل عمارة. العمارة النهارده ما بتجيبش همها. ايوه يا فريده هانم، بس مصنع ايه يعني؟ مثلا جمالكه وغيرها. النهارده النجارين محتاجين جمالكه وغيرها. بس حضرتك يعني معلش مش هتفهمي في الحاجات دي. المختصين موجودين. بس متهيألي يا فريده هانم ان المنطقه دي منطقه سكنيه، مش ممكن المحافظه تدي لحضرتك تصريح لانك تبني مصنع هناك. لا اطمن، من ناحيه التصاريح دي ما تشيلش هم. المهم ان احنا ندرس الموضوع من كل النواحي وبعدين نبتدي. على خير الله. طب متهيألي يا فريده هانم احنا كده يا دوبك بقى مين؟ هنروح فين؟ انا ما بحبش اسافر بالليل. معلش اذا كنت حضرتك بتخافي من السواقه، انا ممكن اسوق العربيه. بلاش، انا بتشائم قوي من سواقه الليل. ما تخلينا باتين النهارده ونسافر الصبح بدري على راحتنا. معلش يا فريدة هانم، انا اصلي ما قلتش لمنى الحقيقة ومش عامل حساب. طيب ويرضيك برضو انك تيجي معايا وتسيبني لوحدي وتنزل؟ ايوه يا فريدة هانم، انا اصلي بصراحة مش شايف اي مبرر لان احنا نبات النهارده ايه. طب اوكي على راحتك. طب عن اذنك هسيبك دقيقة واحدة وارجع لك. اتفضلي يا فندم. بالراحه شويه اللي بتدق. انا لا على الله حاجه، لو ابني يا ابني الاجر اهي امشي. ايوه يا جو، ايه الاخبار لسه؟ ليه هو السباك مش بيشتغل؟ طب اسمع، خليك معاهم، لازم تخلص الليله دي. انا بعمل المستحيل عشان اخليه يبات هنا. وبعدين معاك، ما تبقاش مجنون والا هتبوظ كل حاجه. طيب 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 خلاص. يا اختي مدام، مفيش ولا مطرح لا في القطر ولا في الاتوبيس الا بعد 3 ايام. الله، وايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ طب معلش معلش، طب متشكرين قوي معلش. وهو ذنبه ايه؟ ما انت عارف ان صعب قوي انك تلاقي تذكره اليومين دول. خلاص مش اشكال، انا هاخد عربيه بيجو دلوقتي وقتك. لا بيجو بقى دي مستحيله. انا متعود على اني اركب عربيه بيجو، مش اشكال. مش ممكن اسيبك تسافر بالليل لوحدك. مش هيحصل حاجه يا سيدي لما تبات هنا للصبح. قوم بس على الله الاقي لك اوضه هنا النهارده. يعني مش ممكن ندي الناس دي اسبوع لحد ما يلموا حاجتهم؟ ايوه يا اخويا ربنا يخليك. ولا يوم واحد، البيت حالته خطر، ده يمكن يقع واحنا واقفين. ادينا فرصه ولو اسبوع واحد نلم حاجتنا، ده حرام يا ناس. اسكت يا ست. تسكت ليه؟ من حقها تتكلم ومن حقها تطلب فرصه، امال نروح فين دلوقتي بولادي؟ انا قلت اسكتي. الله، انت بتسكت في البنات يبقى ليه ده؟ اسكتي انت كمان. يا بير رحمه مطلوب. اخرس يا راجل. ما تخص بينا كده. الله، بس يا اخويا الاول. شوف ايه يا علي؟ علي! علي! ايه يا منى في ايه؟ يا علي بيقولوا البيت هيقع. يقع؟ تعالى يا ابني.
واحد بالظبط. السكان لازم يخلوا البيت رقم 9 حالا. 9؟ ايوه. يروحوا فين يا حضره الظابط؟ دي ناس غلابه على قد حالها. هننقلهم المساكن للاواء مؤقتا لحد ما ندبر لهم مساكن. يا فندم اكيد في غلط حصل. العماره دي في لجنه اجتمعت عشانها وقررت ان قدامها 10 سنين. مش شغلي. يمنعوا اي حد يدخل. في ضحايا؟ اللجنه قررت اخلاءه قبل ما يقع. الحمد لله. الحمد لله. انا اللي يهمني اروح الناس. يا فندم يا فندم، قرار اللجنه ده قرار متسرع جدا. لو سمحت حضرتك تعقد لجنه ثانيه وانا مستعد اشد خرسانه. قرار اللجنه لازم يحترم. انا اللي يهمني ارواح الناس. اطلع يا محمود. جديد. معاكم كعوب قواء؟ معانا يا سيدي. لازم تصريح، داخلين الشيراتون الخي. تحبوا بقى تقعدوا في خيم الحكومة ولا تقعدوا في كشاك آخر حلاوة؟ حلاوة خيام وكشاك. طب وإيه الفرق بقى؟ فرق؟ ده فرق كبير قوي، خصوصا بقى لما يدخل الشتاء. شتاء؟ طبعا الشتاء. واحنا ايه يا اخويا اللي هيقعدنا للشتاء؟ انت بتتكلمي ليه؟ تعالي هنا مع الحريم. شتاء ايه يا اخ؟ دول هم كلهم يومين لغايه ما ينقلونا شقق المساكن. المساكن؟ مين بقى اللي قالك كده يا حاج؟ هم 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 مين؟ ما قالولنا احنا كمان كده. على كل حال انا قلت اللي عندي. تحبوا تقعدوا في خيم الحكومه على راحتكم، تحبوا تقعدوا بقى في كشاك اخر حلاوه حلاوه برضو على راحتكم. طب والكشاك دي برضو تبع الحكومه؟ انت شبابه ما تيجي تخلصني. بقول لك ايه، انا سايب نص دهن الزبون وانتوا باين عليكم فلافسه ومش هنعرف ناخد وندي مع بعض. اروح اشوف اكل عيش احسن. لو سمحت يا اخ. شبابه محسوبك شبابه. بس شبابه، بس شبابه خلصني بقى. انت يعني بتدفع فلوس؟ خلاص بقى كفايه كده، مع السلامه. يلا تحت امرك يا حلاوه. اتفضلوا اتفضلوا. الشاكة اهي اخر اعتبار، معمول لها مشمع في السقف عشان الشتاء. احسن من البيوت المبنيه بالطوب، على الاقل ما تنقعش. وانت بقى اللي باني الكشاك دي؟ اسمع من فوقك ربنا، ده انا حته سمسار غلبان يا حلاوه، لا رحت ولا جيت. امال يا اسطى الكشاك دي مين اللي بانيه؟ الحكومه؟ الله، انتوا هتسكروا بقى ولا هتفتحوها؟ ايه السلام عليكم. ايه يا ابني استنى بس استنى، انت روحك في مناخيرك كده ليه؟ الراجل بيسالك سؤال، ما قصدوش حاجه وحشه لو سمح الله. الكشاك دي بانيها ناس مقاولين كبار، كبار قوي، مشروع انفتاح يعني. خلاص استريحتوا؟ طب يا ابن الكشك، من دول كده ثمنه كام كده بالصلاه على النبي؟ ثمنه ليه؟ وانت هتشتريه يا حاج؟ ده مش تمليك، ده ايجار. عندنا بقى نوعين من الاكشاف، نوع لوكس بمنافع ولا مؤاخذه، ونوع ساده كده من غير منافع.
واللوكس ده فيه حمام. حمام؟ حمام يا حلاوة. امال منافع ايه اللي بتقول عليها؟ منافع يعني المطبخ يعني نقدر. تعالوا معايا اهو شوفوا، يعني نقدر نحط التلاجة هنا، نقدر نحط البوتاجاز هنا، ونحط النملية هنا، ولما نعوز نستحمى الحمامات بقى في الجامع. حلاوة ايه، عجبكم المطرح بقى ولا لا؟ انا سايب الدكان لوحديه. بقول لكم ايه، فكروا بقى على مهلكم وخدوا قرار، وانا بقى في الدكان. سلام عليكم. استحمى كده ليه يا عم؟ استنى شويه. ايه رايك يا منى؟ هقول ايه بس يا علي، مفيش حاجه في ايدينا نعملها، امرنا لله. مستحيل يا منى، مستحيل نقدر نعيش هنا. طب امي وابني هيناموا فين؟ نحط لها سرير في اللي بيقول عليه مطبخ ده. وانت لما تعوزي تطبخي بلا انت يا منى هتقدري تروحي الحمام؟ علي معاك فلوس تروح لوكاندا؟ انت عارف علشان ناخد اوضتين في اي لوكاندا لازم ندفع كام؟ طب وليه قطين؟ ليه، نسيت امي ولا حاسبها هنا لوحدها؟ خلاص بقى يا علي، يبقى هنقعد هنا وهنتصرف. مستحيل نقعد هنا. انا هقدم طعن في قرار الهاب، مش بقى انا هقدم الدنيا. وانت صورتك يا ابني لحد يسمع. انت كمان يا ماما اللي يسمع يسمع. شكرا يا فندم، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. الو، اهلا 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 يا فندم بيه. الحمد لله، انا دايما بزعجك معايا. لا 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 لا، مفيش ازعاج ولا حاجه، انا تحت امري. ده يا سيدي الباشمهندس علي، قال ايه؟ المقدم طعن في قرار اللجنه. ايوه فعلا فعلا، الطعن جالي النهارده، هو قدامي اهو. بس الولد ده باين عليه مشاكس، يعني عايزين نلعبه شويه. لا 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 لا، ما تشيليش هم خالص، انا همر عليك بعد الظهر. ربنا ما يحرمنيش منك ويخليك ليا. ميرسي. اوكي، باي باي. جمعه. هانم جايبه لنا الاكل، والله فيها الخير. طبعا فيها الخير. ايه يا علي، مش كويس انها جت تشوف الناس وجابت لهم اكل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شاكرين قوي يا حبيبي. العفو، ربنا يخليك. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ايه رايك يا فريده هانم في العيشه اللي احنا عايشينها؟ ايوه بس ده حل مؤقت. وبعدين ما تزعلش يا سيدي، انا عندي شقق كتير مفروشه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ست هانم، ايه النور ده كله؟ نورتينا وشرفتينا. متشكره قوي. خلاص يا باشمهندس، انا عندي شقه كده صغيره، اوضه وصاله، تقدر تجيب ماما وابنك ومراتك وتيجوا تسكنوا فيها لحد ربنا ما يسهل. ربنا يخليك يا ست هانم ويطول في عمرك. يا امي متشكرين جدا يا فريده هانم، بس المشكله مش مشكلتي انا لوحدي، دي مشكله اهل الحي كله. حضرتك ممكن تتخيلي انك تنامي في كشك او تنامي في خيمه؟ انت بتكلمني كاني انا اللي مسؤوله عن اللي حصل. اولا انتوا اللي طلبتوا ترميم البيت، ثانيا انتوا اللي جبتوا السباك من طرفكم، ثالثا طلبتوا مني ادفع تلت المصاريف، ما قلتش لا. وبعدين ما تنساش يا باشمهندس ان اهل بيت الكوامل دول اهلي زي ما هم اهلك بالظبط. بس انت شد حيلك كده وشطب العمارتين، وانا مستعدة اديهم دورين تلاتة يا سيدي يكفوا الناس دي كلها. في حاجة مني مطلوبة تاني؟ متشكرين جدا يا فريدة هاني. طيب تصبحوا على خير. وانت من اهل يا فندم، متشكرين قوي قوي. سعيدة. مع السلامة. مع الف سلامة يا فندم. مع السلامة. بصي يا ابلة، الست جابت لنا اكل. طيب يا حبيبي، روح كل هناك مع ماما واختي.
في الشغل يا جمعة؟ الله أكبر الله أكبر، كلها كم شهر بالصلاة على النبي والعمارتين يتشطبوا. لازم تخلصوا الحاجات دي. بين عليه مهندس شاطر أوي. إزاي الحال يا باش مهندس؟ اهلا اهلا يا فريده هان، ازيك يا معلم جمعه؟ الله ينور. وعليك يا معلم. الاشاني خلص؟ الدور الاولاني كله خلص. اشوفه. ايه رايك يا فريده هان؟ عظيم. يا ترى الحاجات اللي طلبتها وصلت؟ لسه العربيه ماشيه دلوقتي حالا، بس يا ريت بقى تلحقونا بالاسمنت اول باول. اطمن، انا هروح استعجل لك الطلبيه دلوقتي. فكرت في اللي قلت لك عليه؟ مش واخد بالي. الله، انا مش قلت لك تجيب مراتك وابنك وتيجوا تسكنوا في شقه من شقق المفروشه؟ يا فريده هاني، المشكله مش مشكلتي لوحدي، دي مشكلتنا كلنا، ازمه وحصلت لنا كلنا ويعني احسبهم لوحدهم وامشي انا بس؟ ادي احنا اهو بنشتغل بايدينا واسناننا عشان نحاول نخلص العماره قبل الشتاء ما يجي. ده انت ما عندكيش فكره الناس تعبانين ازاي. على فكره انا جبت لك شيك مرتب شهرين، اكيد انت محتاج فلوس. مش هخبي عليكي. ايوه، متشكر قوي. يلا يا جمعة، مع السلامة يا فندم. لحظة يا باشمهندس. ايوه، امضي لي على الوصل. حاضر. تعرف يا علي، دي أول مرة أمسك في إيدي مبلغ زي ده. بقول لك إيه يا علي؟ ما تيجي نأجر شقة. إذا كان على الشقة يا ستي، فريدة هانم عرضت عليا النهارده تاني موضوع الشقة المفروشة. طب ما يلا نروح. معقولة؟ طب ووالدك ووالدتك هنسيبهم؟ ناخدهم معانا. ازاي بس يا منى؟ لما هي بتقول ان كل الحكاية أوضة وصالة، هيقعدوا فين بقى؟ فعلا عندك حق. ادخلي كملي مذاكرتك احسن. ادخلي. شقك ايه اللي هتديها للوالد؟ ده ما حلتوش الارض، هيدفع ايجارها منين؟ ومين قال لك انه هيدفع؟ علي هيسكن من غير ما يدفع ولا مليون. نعم، افهم دي بقى. علي ده مش لازم يبعد عن عيننا لحظه واحده، لازم ابعده عن الحوش بتوع الخيام. طول ما هو قدامهم بيفكروه بالطعن اللي متقدم في الحكومة. ايه رأيك؟
خلينا في المفيد. خدت الحقنة النهارده؟ انا يا قلبي مش مطمن للوشه. خدت الحقنة يا جمعة؟ ما هو لو كان الواحد بس مخلف له حتة عيل صغير كان حط في بطنه بطيخة صيف. دي حاجة بتاعت ربنا يا جمعة، هو احنا هنعدل عليه؟ بقول ايه؟ الحقن مش جايبة نتيجة. نتيجة من ربنا عيل من المرجع فهو يبقى ابني ليه؟ انا ما ربيش غير ابن بطني يا جمعة. الصبح يا شباب. معلش بكره تتعود، كل يوم من ده. قولي ايه؟ انا ما عرفتش انك باش مهندس ده امبارح بس، لا مؤاخذه حلاوه. يا عم ولا يهمك، دلوقتي انا عايز اغسل وشي. اه وماله؟ تعال اعرفك السكه. قولي ايه؟ انا عرفت حاجه مهمه قوي عايز اقول لك عليها. ايه؟ في شقق جاهزه، خمس بلوكات في العباسيه، المحافظه عاملاها علشان اللي بيوتهم واقعه زي حالاتنا كده. ايه ده؟ يعني شقق فاضيه وجاهزين للسكن؟ ايوه. ولو انت بقى باش مهندس قد الدنيا، لو تعرف بقى حد في المحافظه بقى ممكن يخلص لك الموضوع. ما تعرفش عرفه بنفسك يا حلاوه وخلصنا من الهم اللي احنا عايشين فيه ده. ايوه بس انت متاكد يا شباب انها جاهزه للسكن؟ الله، عيب هندسه. طب بقول لك يا شباب، انت تجمع لي اسامي الناس اللي هنا كلهم وتكتب ورقه، تكتب اساميهم ويمضوا جنبيها وتجيب لي الورقه دي. ايه هتروح المحافظه بكره؟ بكره ايه، انا هروح دلوقتي. خلاص نص ساعه يكون الكل ماضي وتكون الورقه جاهزه. ماشي. شباب ايه؟ قول لي انت بتعرف تقرا وتكتب؟ الله عيب يا حلاوه، ده انا اكتب لك شعر ودقني كمان. يا شباب ايه؟ عايز اغسل وشي. اه صحيح. لا 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 بلاش هنا، تعالى في الحته اللوكس. مساكن الزاويه الحمراء. في هنا توصيه من سياده المحافظه. ادخل ادوني مساكن ابو ريش. ايوه اتكلم. حضرتك بتكلمني انا؟ طلباتك. أنا عرفت إن في بلوكات مساكن شعبية في العباسية مخصصين للإيواء، فبقول يعني لو سيادتك تخصص لنا بلوكين اتنين بس ممكن يكفوا عدد السكان دول. ده جايب الكشف معاه وجايب الحل معاه. ما تاخد تلات بلوكات أحسن. يا فندم أنا متأسف جدا، بس أصل حضرتك ما عندكش فكرة الناس دول عايشين إزاي. ما تيجي تقعد مكاني أحسن. اتفضل يا أستاذ. كل حاجة هتتعمل في مواعيدها وحسب دوركم. ادوني ريش. ما هو لو سيادتك مرة واحدة بس اضطريت انك تبات في كشك او في خيمة ما كنتش تقول انت جاي هنا يا ولد تعلمني الادب؟ لو سمحت احترم نفسك انت بتتكلم معايا. يا استاذ عم كده امشي امشي اطلع بره. انا هطلع بره بس احب افهمك ان الواد اللي انت بتتكلم معاه ده مهندس، وانا بعتبر نفسي اقل واحد في الناس اللي فكره في الايواء. طب اطلع بره اطلع بره. بحاجة هتحس بحاجة ازاي وانت عايش في التكييف هنا اهو؟ عمرك جربت مره انك تنزل في الشارع؟ سايبين الناس عمرك مره؟ عمرك شوف انت إيه عايش ازاي هناك؟ الناس مش عارفه تتفضل يا عم، مش عارفين يتحموا بل حرام عليكم، وفاهمين ان انتوا بتهبوا الله هناك. حيوان دون ابو ريش. طب المحافظة متضايق كده ليه؟ متضايق؟ ده أنا هنفاجئ يا منى، محدش في المحافظة حاسس بحد. لفيت على المسؤولين واحد واحد ولا حياة لمن تنادي. طبعًا قاعدين على مكاتبهم، إزاي هيحسوا بمشاكل الناس؟ معلش يا علي، نصبر لغاية عمارة مدينة نصر ما تخلص. ده لسه فاضل عليها على الأقل ست شهور. أهو نستحمل بقى بأي شكل. قوم يا علي، قوم غير هدومك.
أهلا عوني بيه. مساء الخير يا أهلا مدام. ألو. عوني بيه راجل أعمال عظيم، عاش في سويسرا 18 سنة وجاي مصر يعمل مشاريع استثمار مهمة جدا. تشرف. أهلا بيك. أهلا مدام، اتفضل. وانا اول ما سمعت كده رحت ضرب ايدي في السدير مطلع الطبنجة. وبعدين يا معلم جمعة. اهلا بيك. فريد اي نون سيلمون اون دام دو مونج مي اون فام دافير اكومبلي. اه جيتيز اغريابلمون سوربريز. جيماجيني با لا فام ايجيبسيان سي ايمانسيبي. لا فويي بلوتو منون اون في دانتيريور فوالي. كوم دانز ان هارم. جيني با جيسكو لا. مدام كانت فاكرة انه كل الستات المصرية عايشين زي الحريم بتوع زمان. نو 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 حريم نو. خلاص بيت ثلاثة. خلاص بيت ثلاثة. جمعة جمعة. قاعد معرفش ابو حريم. ما لازم يعني. عنها وأول ما شفت طبنجة لقيت المية بتشر من أفندم. مدام فريدة موجودة؟ كلها علي مهندس علي. ولا يهمك اخير. بس انا الحقيقه حسيت ان انا تعبان قوي ومتضايق وقلت لازم اشوفك. وانا تحت امرك. ها عايز فلوس؟ لا لا لا. امال مالك؟ تعبان. بنسان يعني؟ تعبان قوي يا مدام فريده. انا خلاص خلاص ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. مالك مالك يا عادي تعبان اجيب لك دكتور؟ مش مسألة. ايه يا فريده في ايه؟ في ايه؟ شوف هنا لا تغلق. ها اهدى بقى كده وقولي ايه اللي مضايقك. انا تعبان من عيشة الحيوانات اللي احنا عايشينها هناك. مش ممكن تتخيلي يا مدام الحياة هناك عاملة ازاي. لا في مية ولا في نور ولا في هوا. مفيش انسان طبيعي يقدر يعيش العيشة دي ابدا. ما انا قلت لك يا علي شقتي تحت امرك. انت انا ما وافقتش. واديني جاي مخصوص علشان كده. الا بقى اذا كانت اتأجرت. لا اطمن، بكره الصبح تقدر تنقل عفشك على طول على الشقه. خلاص ارتاح. يلا تعالى بقى فرفش كده وخد لك كافيه معانا. في شله جوه هتعجبك قوي. معقول يا مدام؟ طب ده انا مكسوف وانا واقف جنب حضرتك من ريحتي. ده انا بقالي 10 ايام الميه ما لمستش جسمي خالص. ايه اللي جاب الراجل ده عندك؟ راجل مين؟ راجل اللي تهمه ارواح الناس. قصدك فهمي بيه؟ لا ده كان صديق قديم للمرحوم جوزي. طيب صباح الخير. انا متشكر اوي. مع السلامة. شايفة الشقة يا منى؟ ده انا ما كنتش احلم الناس تكون في شقة زي دي ابدا. حمام يا منى، حمام وبني وفي ميه.
تعالي يا منى تعالي. انت رحتي فين؟ ايه يا منى؟ في ايه مالك؟ بفكر يا علي. فكري في ايه؟ معقولة يا علي الست دي هتدينا الشقة ببلاش كده؟ هو ايه اللي ببلاش؟ هو انا مش بشتغل معاها واعتبر دلوقتي دراعها اليمين؟ منى انا حاسس ان انت ما انتيش مبسوطة خالص. اذا كنت متهيألي احنا ممكن نلم الشنط تاني ونرجع. لا يا علي انا مش قصدي، انا بس مش قادرة انسى منظر اهل بيت الكوامل هما بيودعونا. انا يا منى خلاص وعدتهم اني هخلص شقق مدينة نصر بسرعة وهنقلهم فيها. وبعدين يا منى ما تشيلنيش الهم اكتر من كده. هو انا يعني مبسوط؟ مبسوطة من الشقة؟ كنت عاوز اعرف هتاخدي ايجار قد ايه في الشقة دي؟ إيه على فكرة يا علي انا وصلتني شحنة كبيرة من الاسمنت، عايزك تحطها في المخزن وتشرف عليها بنفسك. يا مدام حضرتك ما ردتيش عليا، انا كنت بسأل هتاخدي مننا ايجار قد ايه في الشقة دي؟ مفيش فرق بيننا. معلش كتر خير، بس برضو لازم نعرف عشان نعمل حسابنا. لا هو انتوا هتقعدوا هنا على طول؟ دي حاجة كده مؤقتا لحد شقق مدينة نصر ما تخلص. ويا ستي انا عزماكم على ذوقكم. طب يا فريدة هانم ما احنا برضه ممكن نعزمك على كوباية شاي. متشكرة قوي، انا جيت اطمن عليكم. وما تنساش حكاية شحنة الاسمنت. اه طبعا يا فندم طبعا. انت وراك حاجه الليله دي؟ لا ابدا ولا حاجه. طب انا عازمه ناس على العشاء، ما تيجي معانا؟ معلش اسمحي لي. لا ده عشاء عمل، يعني هنتكلم في شغل. ايوه بس بعد اذن حضرتك، اصل منى لسه مش واخده على الشقه وعايزين نوضب شويه حاجات، ده برضه بعد اذنك. اوكي مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه، شرفت يا فندم، متشكرين قوي على الشقه. ما جبتش معاك عوني بيه ليه؟ عوني فلوس يفرج مراته على مصر. برافو علي، اهي دي الرجاله اللي بتفهم. ده انا اللي نفسي اتفرج على الاقصر. يا سلام، حددي الميعاد وانا تحت امرك. ميرسي. الا قولي هو عوني بيه ده بيشتغل في ايه بالظبط؟ واخد توكيل شركة سويدي بطندات ومطاعم، شركة كبيرة قوي. هايل. وعاوز يفتح فروع هنا في مصر. بقول لك ايه، ما تلايمني على الراجل ده. ألايمك عليه؟ ازاي يعني؟ اشتغل معاه، انا عندي الارض والفلوس وعندي. وايه كمان؟ فهمي بيه. بس ده شغل على مستوى تاني خالص يا فريدة، دي شركة عالمية. البركة فيك، أنا هيبقى معايا فهمي بيه وأغلب. أمال فين جمعة؟ جمعة حيبات الليلة دي في العزة. اه قلت ايه يا تامي بيه؟ في جمعة؟ لا في عام. قلت ايه؟ انا موافق بس على شرط، مش عايز اظهر في الصورة خالص، مش عايز حد يشوفني ولا يسمع عني. اطمن ده انا هخبيك في عينيا. يا ده كلام كبير قوي. كنت حد نسيني.
ايه ده؟ لا لا لا، معقولة؟ لا ده كتير قوي. كفاية خدماتك اللي بتقدمها لي. انا تحت امرك. فهمي بيه، انت نسي ان انا ست متجوزة؟ نسيت. اهلا يا ست هاني. روح عند الباشمهندس علي وخليه يجيب معاه التصميمات. حاضر يا ست هاني. ها ايه رايك يا عوني بيه؟ هي العماره كم دور يا مدام؟ احنا واخدين تصريح ب10 ادوار بس ممكن يتغير لو تحب. صباح الخير يا فايده. صباح النور. باشمهندس علي مدير اعمال عوني بيه من كبار رجال الاستثمار وجاي يتفرج على العماره. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. ممكن يا باشمهندس نشوف التصميمات لو سمحت؟ ده رسم كروكي، ما اعرفش ينفعك ولا لا، زي ما تحب يعني. ايه الحكايه بالظبط؟ اسكت يا علي. اما لو الموضوع اللي في دماغي تم هتبقى صفقه العمر. انت واخد توكيل اكبر شركه سويسري. يعني ايه؟ عايز ياخد 3-4 ادوار من العماره؟ لا العماره كلها. كلها؟ ده جاي يتفرج عليها عشان يشوف اذا كان ممكن يعملها اوتيل ولا لا. بس انت عارفه. طب بس انت ادعي انها تتم. تعرف هاخدك سويسرا نمني العقد هناك وهلففك اوروبا كلها. ها ايه الاخبار يا عوني بيه؟ انت لسه لابس يا علي؟ رايح فين؟ مش عارف. افتح الباب. طيب افتح الباب يا علي. شغل ايه ده اللي يخليك تتزوقي 3 ساعات؟ امال عايزني اروح اقابل الناس ازاي؟ بالملايه اللف؟ طب اجي معاك. لا. طب هلبس البدله. قلت لا عشان تقعد تحلف لي بالطلاق 3 وتفضحني قدام الناس. طب عليها الطلاق بالـ3؟ ما انا متكلم، انا هقعد زي البجر. يا جمعه يا جمعه، احنا داخلين على مرحله مهمه، افهمني. افهمك انا اللي نفسي افهم ايه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ اللي في دماغي اننا نتحرك لقدام. البلد مليانه مشاريع، فلوس بالهبل. اللي هيفتح عينه ويفكر كويس هيعيش، واللي هيخفى اللحظة هيتبقى تحت رجلين. فهمت؟ عن اذنك. والله ما انا فاهم حاجة. Thank you.
هو مكان المزرعة مناسب والمساحة معقولة، بس للأسف هنضطر نهد أجزاء كتير. ولا يهمك يا عوني بيه، أنت قدم التعديل المطلوب والبشمهندس ينفذ. عظيم، أنا بكلف مكتب تصميمات في سويسرا وفي خلال شهر بإذن الله يكون عندك التصميم. بعد إذنكم لو سمحتولي، يعني أنا ممكن أعمل تصميم للمشروع ده، وإذا ما عجبكوش ابقوا الجأوا للمكاتب الأجنبية. يا ريت، أنا ما عنديش مانع يعني، وأظن عوني بيه كمان ما عندوش مانع. وده حيوفر لنا كتير. جوهد، أنا عندي حتة أرض في اسكندرية وفي موقع ممتاز نقدر نعمل فيه مشروع تاني. فريدة هانم، نخلص الأول من القاهرة وبعدين نفكر في اسكندرية. فريدة هانم قصدها إن احنا نقدم المشروع ويندرس وياخد وقته. وأنا عندي فكرة لحتة الأرض دي ممكن يتعمل فيها مدينة فرعونية بكل مرافقها. هايل، دي فكرة كويسة، فانتاستيك. ممكن تعمل لي تصميمات القرية دي؟ ده مشروع هيتوافق عليه فورا. وأنا حبدأ أرسم التصميمات فورا. في صحة المشروع الجديد وفي صحة فكرة المدينة الفرعونية. أنا بموت في الأغنية دي. نرسي يعني. عن إذنك يا عوني بيه. تفضلي. علي، تفتكر جمعة هيزعل على المزرعة؟ يزعل ليه بس؟ اولا المشروع ده هيكسبك قد المزرعه 20 مره، وبعدين ده ما فيهوش مشاكل. لا يقولوا العجل مات ولا العجل اتسرق ولا العجل عنده مرض معدي. الله، انت بتفهم في كل حاجه. ما انا هروح جنبك فين بس؟ طب ده انا نفسي اعرف اتعلمت الشطاره دي كلها فين وامتى. اللي عايز يتعلم حاجه بيتعلمها، مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟ تعرف يا علي، أنا طول عمري كان نفسي أدخل العالم ده، أبقى واحدة منهم. بس أنا ناقصني حاجة واحدة بس. إيه؟ اللغات. عليا، عايزك تعلمني إنجليزي، ممكن عليا؟ بس كده؟ من عيني. معلش يا منى، انا اتأخرت عليك شوية. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ ايه كام يعني؟ ايه ده ساتر؟ ايه ده؟ ريحتك وحشة يا علي، انت شارب؟ يعني علشان الجو يعني. جو ايه ده؟ جو البيزنس يا منى. اسكتي، ده انا النهاردة اتفقت مع شركة سويدي على مشروع هايل هنكسب منه ملايين يا منى. مش طايقة الريحة دي؟ هرجع اللي في بطني كله. قولي بس انت رايحة فين يا منى؟ تعالي بس كملي نومك. نوم ايه يا اخي؟ النهار طلع، انا رايحة احضر فطار الولد. اصحى يا استاذ. منطقة رائعة فعلا، والمكان ممتاز. شمس الحمد لله انها عجبتك. فريدة هاني وحضرتك قلت لي ان المكان جميل، بس حقيقي بقى ما كنتش اتخيل انه بالروعة. انا كنت متأكدة ان المكان هيعجبك يا عمري. انا هسافر فورا اكتب تقرير للشركة، وبرجع باذن الله نبتدي نعمل الاجراءات القانونية. Thank you.
ايه صاحبتي لغايه دلوقتي؟ مش جاي تنوم. مالك بس يا هنا؟ ما انتش عارف مالي؟ ايه يعني عشان بوصها كتير يعني؟ انت عارفه يا حبيبتي ان ده طبيعه شغلي. طبيعه شغلك انك تسكر وترجع لي وش الفجر يا علي. ممتاز. شمس شمس الحمد لله انها عجبتك. فريدة هاني وحضرتك قلتي لي ان المكان جميل، بس حقيقي بقى ما كنتش اتخيل انه بالروعه. انا كنت متاكده ان المكان هيعجبك يا عم بيه. انا هسافر فورا اكتب تقرير للشركه وبعد ما ارجع باذن الله نبتدي نعمل الاجراءات القانونيه. ايه صاحبتي لغايه دلوقتي؟ مش جاي تنوم. مالك بس يا هنا؟ ما انتش عارف مالي؟ ايه يعني عشان بوصها كتير يعني؟ انت عارفه يا حبيبتي ان ده طبيعه شغلي. طبيعه شغلك انك تسكر وترجع لي وش الفجر يا علي. يا علي انا خايفه عليك، مش مطمنه للشغلانه دي. يا عبيطه، ده انا انقذت عماره مدينه نصر. دي فريده كانت عايزه تقلبها لوكاندا. فريده حاف كده؟ انتوا خلاص ما بقاش فيكم فرق. فريده هاني استريحت يا ستي، كانت عايزه تقلب العماره لوكاندا. طب والناس اللي معشمهم بالسكن في العماره؟ لا ما انا كمان ما اديتلهاش فرصه، خدت الراجل المستثمر ووريته المزرعه بتاعت جوزها، اقتنع بيها جدا وخلاص هنعملها قريه سياحيه. هي بتوافقك على كل حاجه كده؟ طبعا، مش انا المتصرف الوحيد في كل شؤونها. تفتكر يا علي الست دي هتوفي بوعدها صحيح وتسكن الناس في مدينه نصر؟ طبعا. طب هنشوف. على الاقل عشان خاطري. بتضحكي على ايه؟ بضحك على حكايه عشان خاطري دي. الست دي بقى انها بتعمل لك خاطر قوي يا علي، مش كده ولا ايه؟ مش شايف لها شغلها كويس؟ طيب سيبني بقى اكمل الكتاب وتفضل انت نام. تصبح على خير انت وفريدة هانم. مزرعة ايه اللي عايزة تهديها يا فريدة؟ مزرعة العجول يا جوما. هو احنا عندنا كام مزرعه؟ طب وشغلي وارتباطاتي مع الناس والجزارين؟ انا لسه عامل اتفاقيه ب 300 راس. اتصرف. اتصرف يعني ايه؟ يا جمعه فهمني، احنا لازم نسير الزمن. مزرعه ايه؟ طب انا هعمل لك مطرحها مشروع، قريه سياحيه هتمولها شركه سويسري من اكبر شركات العالم. المزرعه ايه؟ ايوه ايوه ايوه، كلي بعقل حلاوه. أنا عارف مين اللي قالب دماغك القلبة دي، مفيش غير الواد المهندس ده. اسمعي بقى يا بنت الناس، أنا صبرت كتير من هنا ورايح مفيش مشاريع، والواد ده يحل عن دماغنا بقى. بس أنا خلاص اتفقت مع الناس يا جمعة. مفيش حاجة اسمها اتفقت مع الناس، هو نطيشة في البيت ده؟ ولا مش مالي عينك؟ ما تكبرش الحكاية يا جمعة. هي كلمة مفيش غيرها، المزرعة بتاعتي ومحدش هيهوب ناحيتها. بتاعتك. ما تنساش نفسك يا جمعة. ما تنسيش نفسك انت، ان كنت نسيت افكرك بتاريخك من يوم ما مات الحاج حسني وكوشتي على كل حاجه لحد بيت الكوامل. انت كنت شريكي في كل حاجه. انا عمري ما كنت شريكك في اي حاجه، انت كنت بتخططي وانا بنفذ وانا ساكت، كنت بحبك، كنت عايز اعمل اي حاجه علشان ارضيكي. يوم ما قلت لي انا هتجوزك يا جمعه بقيت هطير من الفرح، ما صدقتش نفسي، الدنيا مش سيعاني، مشيت وراكي زي البهيمه المعصوبه. لكن لحد المزرعه لا يا فريده، ان حد جه ناحيتها يبقى نهار ابوه اسود زي قرن الخروب. فاهمه؟ ما
يا معلم جمعه. مزرعه ايه يا عادل انت عايز تهتها؟ اولا انا لا بهد ولا ببني لان انا مش صاحب ملك. ثانيا لما تتكلم معايا لازم تتكلم باسلوب احسن من كده. انت بتهددني يا كلب. كده على ما اسم. اه يا كلاب يا كلاب انا حوديك في داهيه. لا ولسه اسمعها فريده، انا لساني طويل، اي حركه نداله افضح المستور كله. ان ما وريتك يا جمعه. سلامتك ألف سلام. إيه ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا اللي نقلتك هنا وجبت الدكتور اديك حقنة عشان تنزل الحرارة. يا الساعة كام؟ استنى رايح فين؟ طب أنا لازم أروح، ده زمانهم قلبوا الدنيا عليا. ومش ممكن أسيبك في الحالة دي، تروح إزاي؟ لازم أروح. خلاص براحتك، استنى ما أوصلك. على إيه بس؟ أنا هنزل وأكيد هلاقي تاكسي وأروح بيه. أنت بتقول إيه؟ ده انا السبب في كل اللي جرى لك ده. هات ايدك، هات، استند عليا براحة على مهلك. عادل عادل انت حبيبتي، مالك يا صنايع مالك؟ اطمني يا مام، بخير ان شاء الله مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ امال ايه اللي اتعذب من كده يا عادل؟ يا امي كنت طالع على السقالة وقاسمة عينيا، هي ولا فين؟ مايا وقاسم على السقالة. اصلا مين يتعب كده يا صنايع؟ يا مام قلت لك بسيطة مفيش حاجة، انا خلاص جبت له الدكتور. روحي بس حضرتك هاتي لنا كوباية مية عشان اديله الدواء. يا ضلايا يا ابني يا ضلايا يا ابني. راح على مهلك على مهلك. استنى استنى استنى. راح راح. أنا متشكر أوي يا فردهان. على إيه يعني؟ ده انا اللي اسفه قوي على اللي حصل. الميه البشوم في ايه يا طامر؟ ايه دي؟ خير ان شاء الله من الحال. يا رب خلي. يا رب سلامتك يا سلامتك. انا ان شاء الله هبقى كويس وهنزل الشغل بكره. لا لا شغل ايه؟ لا طبعا مش هتنقل من السرير لحد ما يخف. مش كده يا بنتي. انا هسيبك دلوقتي يعني، وان شاء الله هبقى اطمن عليك بالتليفون. متشكر قوي من فريق. على اسمك. مع السلامة يا بنتي. اتفضل يا دكتور. يا امي مش تبعتوا السلامة. والله يا ابني انا اتلخمت، انا ما اعرفش اعمل ايه. مع السلامة يا بنتي، كنت عارفة. انا سمعت الناس بتقول ان علي وفريدة اتفقوا مع السباك على هد البيت. انت برضه صدقت الكلام ده يا عم جابر؟ في الاول ما صدقتش، لكن لما راجعت نفسي قلت اولا دلوقتي ده بيشتغل معاه، ثانيا فين الطعن اللي قال انه هيقدمه للجنة عشان يوقف هد البيت؟ في حاجات تخلي اللي ما يتلخبطش يتلخبط. لا يا عم جابر، انا مراته وعارفاه كويس، علي عمره ما يعمل كده. يا بنتي ده بياخد 500 جنيه في الشهر. يا بنتي ده احنا في زمن الفلوس بتخلي الواحد يغير ضميره، بتخلي الناس تتجنن. كده ليه يا منى؟ ايه هو علي رجع؟ رجع. اسكت اسكت يا عم، حصل لعلي. ايه اللي حصل؟ مش وقع من على السقاله عينه منكسر. علي؟ ايوه. والست هي اللي جابته لحد هنا. ست مين دي؟ ست فريده، ربنا يخليها ويطول عمرها. جابته مسنداه وكان قادر يتحرك. فريده؟ وفريده تجيبه ليه لغايه هنا؟
هو ما فيش رجاله في الشغل؟ يو مش كتر خيرها يا بنتي، مش هي صاحبه الشغل ده يا حبه عين ام سخنه وعمال يهرمس يهرمس كبش. ايوه يا فندم انا جمعة الكبش. في حاجة؟ عندك رخصة؟ رخصة؟ رخصة ايه؟ رخصة للمكان ده؟ دي عزبتي وبربي فيها عجول. عجول بس؟ فتشوا المكان، اي حاجة تلوها حافظوا عليها. اعرف بسرعة. اتحفظوا على ايه؟ انا مش فاهم حاجة. دلوقتي تفهم. فهمني يا فندم. احنا جاتنا اخبارية انك بتتاجر في المخدرات. انا مخدرات؟ تشرح القلب. ما هو البركه في الباشمهندس علي، هو اللي بيشرف عليها. طب خلاص، ما دام الباشمهندس بيشرف عليها نبقى نطمن. طب اسيبك انا بقى عشان الحق البنك. ما انت قاعده شويه. لا 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 لا، انت تقعد مطرحك ما تتحركش، خليك مستريح. سعيد يا مرحبا. مع السلامه. الله الله. ايه ده؟ اتفضل. ايه ده يا منى؟ حاجات الهان شريها لك. شريها لي انا؟ ايوه. طب شوفي بقى، يبقى ما حدش يمد ايده عليها غيري عشان تبقي عارفه. علي، انا عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الست دي بالظبط. اخص عليك يا منى، معقوله تشكي في حبي ليكي؟ طب وحياه وائل، ما في بيني وبينها اي حاجه غير الشغل وبس. انا سمعت انها هي اللي هدت بيت الكوامل. يا شيخ حرام عليكي، مش كل حاجه تمت على ايدينا. انا خايفه قوي يا علي. يعني انت يا اسطى لبيب خلصت الشغل اللي في المنور ولا طلعوا على الشقق فوق؟ في ناس يا دلوقتي شغالين في المنور وفي ناس شغالين فوق. كويس قوي. صباح الخير. صباح النور. لا يا فريده هاني، دي صغيرة عليك جدا. ايه يعني مش عاجبك؟ مش عجبان انا؟ انا لو لقيت عربية بحصان توصلني لغاية هنا يبقى خير وبركة. طب اتفضل. ايه ده؟ افتح العربية جرب. بس على الله بقى يعجبك لونها. مش فاهم. دي بسيطة كده، حبيت اعبر لك بيها عن اعجابي بشغلك. هدية؟ لا طبعا. بس لو حضرتك عايزة تعتبريها يعني للشغل مؤقتا لغاية ما اسلمك العمارات يبقى اوكي. خلاص انا اشتريتها باسم. ايوه فريدة هانم، انا ما عملتش الشغل اسهل عليك. يا سيدي بقى قصة تمنها. لا اذا كان كده بقى معلش، دي منى هتفرح جدا بالعربية. ولا الواد وائل ما عندكيش فكرة، اكيد هيقعد يتنطط عليها طول النهار. طيب هتوصلني بقى ولا اخد تاكسي؟ تاخد تاكسي؟ وده معقول برضو؟ هوصلك طبعا، انا دلوقتي راجل عندي عربية.
وهتعزمني على العشاء؟ وأعزمك على العشاء كمان. كلام بقى يا اسطوات، أنا جاي لكم بكرة الصبح بدري إن شاء الله. مع السلامة يا فندم. ايه الكلام ده يا منى؟ معقول تصدقي حاجه زي كده على جوزك؟ نفسي ما صدقش يا مينا، نفسي، بس كل حاجه بتاكد ان علي اتغير خالص من يوم ما اشتغل مع الست دي. كل ليله سهر لوش الفجر غصب عنه يا بنت. بس الحكايه مش حكايه مواعيد يا منى، لو تقولي لي بس ايه اللي شاغلك. مش عارفه اقولك ايه بس يا مينا، يا رب يطلع كلام الناس كله غلط. أتعب سامي اللي يقول على ابني كلمة وحشة. أسيب مراتي وابني. مين قال لك انك هتسيبه؟ فهمني يا علي، احنا الاتنين بنكمل بعض. انا عندي الفلوس والمستقبل والمشاريع، وانت عندك الشباب والطموح. طب وجمعه هتعملي فيه ايه؟ جمعه؟ فانت عايز تحسب جمعه ده عليا زوج؟ ده وجوده زي عدم علي. امال اتجوزتيه ليه؟ ظروف. بعد موت جوزي كنت عايشة وحيدة، وقف جنبي وجاب لي كل حقوقي، اضطريت اتجوزه. نهايته علي. علي انا طول عمري كان عيني عليك علي، زمان من ايام ما كنت في الجامعة. عمري كنت بتمنى اكون لك انت لوحدك علي. انا نفسي ابقى امي علي، نفسي ابقى امي علي. علي
ايه يا منى بتعملي ايه؟ ابعد عني ومن هنا ورايح مالكش دعوه بيا خالص. طب مش هفهم ايه السبب؟ السبب انت عارفه كويس وراضي بيه وواضح انك سعيد تمام، لكن انا بقى مستحيل اقبل على نفسي او على ابني مليم حرام. حرام ايه وحلال ايه بس؟ انا مش فاهم انت جايب الكلام ده منين؟ إيه؟ انت ايه يا ابني حكايتك مع الست اللي اسمها فريده؟ انت كمان يا امي؟ انت يا ابني صحيح اتفقت معاها تهد البيت وتشرب الناس في الشوارع؟ معقول يا امي هتتفق معاها؟ كل الناس بيقولوا كده. معقول يا ناس؟ انا اتفق معاها ضدكم؟ انت يا ابني مش كنت مقدم طعن؟ ايوه. طب راح فين الطعن ده؟ سجلتي ليه؟ سجلتي ليه يا علي؟ يا امي معقولة انت تصدقي ان ابنك يخون اهله وناسه ويتفق مع واحدة ست؟ معقول يا ناس اللي انتوا بتقولوه ده؟ منى من فضلك عايز اسألك سؤال واحد بس، انت شخصيا ممكن تصدقي ان ده يحصل مني؟ كان نفسي اصدقك واكدب الناس يا علي. الحمد لله يا رب. والله ما عاد تاني وقفة البدع وهيك. طب يا منى هفهمك حاجة، هتروحي فين بس دلوقتي بعد نص الليل؟ هروح انام مع اهلي اللي شردتهم. طيب يا حبيبتي الصباح رباح. ابعد عني قلت لك يا منى. طب انا هوصلك بعربيتك الجديدة اللي شاريها لك الهانم. يا منى عارف لو نزلت ورايا هفوت والم عليك الناس. طب يا منى عشان خاطر الولد، الولد هياخد برد لو كان. طب ابعد يا علي قلت لك. يا منى حرمي نفسي من البربره قلت لك. ابعد عني. طب ايه اللي حصل؟ عشان خاطري فهميني ايه اللي حصل. انت جمعه الكبش؟ ايوه انا جمعه الكبش. اتفضل معايا. المدام دفعتك الكفاله. مع السلامه. ايه يا جمعه؟ انت لازم تشكر الست. لولا تدخلها كانت القضية لبستك. انت عايز ترجع السجن ولا ايه؟ هو في حد عايز يدخل السجن؟ يبقى اسمع الكلام وما تضيعش وقتي، انا سايب الشغل وجاي علشانكم. لازم تطلع الهانة. لا الا دي، انا مستعد اعمل اي حاجة الا فريدة. دي حياتي، عايزين تاخدوا مني حياتي؟ حرام عليكم، اعيش ازاي؟ وبعدين معاك يا جمعة. هي مش عايزاك يا اخي، ما تفهم بقى. وبعدين هتدي لك محل في عماره من عماراتها وفوقيهم 10,000 جنيه، عايز ازيد عن كده؟ ولا فلوس الدنيا تعوضني فريده، دي عشره عمر من ايام المرحوم جوزها الاولاني. فريده انا جمعه، فريده انا اللي وقفت جنبك وحافظت على حقوقك. مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا جمعه، خلاص احنا ما بقيناش ننفع بعض. ما تقوليش الكلام ده، انا مستعد اصلح جوزي، انا مستعد ابوس رجلي. اوعى ابعد عني يا فهمي بيه، ارجوك ابعدوا عني. يا عبا يا امال يا 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 جمعه، خلينا نخلص من الحكايه دي بهدوء، احنا جبنا المأذون. لا انا قلت لا يعني لا، واعلم بخيلكم الكابوس، انا مش هفتح، انا ههد الدنيا واطلعها على دماغكم. رايح فين؟ ابعد عني احسن لك. انت لو ما كنتش راجل كبير انا كنت اعرف اخطري منك ازاي؟ ما هو علشان انا راجل كبير لازم تسمع كلامي، ما تطلعش فوق، الست مش لوحدها. ابعد عني بقول لك. اسمع كلامي، روح لاهلك احسن لك. اهلي؟ اهلي اللي هديتوا عليهم العماره وشردتوهم يا مجرمين. انت عرفت؟ انا ما اتكلمتش، انا ما قلتش حاجه. يعني انت كنت عارف؟ على العموم انا حسابي مش معاك انت، انا حسابي مع الكلبه اللي فوق. تعالى بس، انت راسك ناشفه كده ليه؟ ما تطلعش فوق، بقولك انت مش قد الراجل اللي عندها. راجل مين؟ فهمي بيه. اها، الراجل اللي خايف على ارواح الناس. انت مش قدهم يا ابني، انت شاب صغير مستقبلك قدامك، انما انا خلاص كبرت راحت عليا، ما عدتش هنا تاني هتشوفني. هم عملوا فيك ايه؟ ربنا ما يوريك اللي عملوه فيا يا ابني.
السلام عليكم. بقول سلام عليكم. طبعا ليكوا حق ما تردوش عليا. ما كانش العشم تعمل فعلك كده يا حلاوه. معاك حق يا شباب. كلكم معاكوا حق انكم ما تردوش عليا. عايزنا نرد عليك نقول لك ايه؟ نقول لك انك بعتنا؟ نقول لك منك لله؟ بس يا حسنى. سيبها يا استا جابر. سيبها تقول اللي هي عايزاه. معاها حق. معاها حق في كل كلمة هي بتقولها. بس اللي أنا عايز أفهمه لكم إن أنا كمان اتخدعت زيكم بالظبط. اوعوا تصدقوه. اوعوا تصدقوه. أنت كذاب. كذاب. أمال كانت مديك شقة ببلاش ليه؟ وعربية جديدة ليه؟ بلاش. طلع وريهم سلسلة مفاتيح الدهب. منى. مش مكتوب من نفسك يا باشمهندس. منى. مش مكتوب. أنت اللي جابك هنا. مش خايف على عربيتك الجديدة؟ منى. عالية شيء. مش خايف يا باشمهندس. اسمعيني يا منى. خايف. صدقيني. صدقوني كلكم يا جماعه ما عرفتش غير النهارده بس ان هي اللي هدت البيت. اتضحك عليا زيكم بالظبط. انا لما عرفت كنت عايز اقتلها. لا يا ابني اوعى تعمل كده. دي ما تستاهلش تروح في داهيه عشانها. ما هو ربنا ستر وجمعه هو اللي منعني. جمعه؟ جمعه ما هو شريكها هو كمان. ما خلاص رميت ورمي في الكلاب. يا جماعه انا كل اللي عايز اقوله لكم ان انتوا لازم تصدقوني. انا مش ممكن اسيبكم. مش ممكن ابدا اتخلى عنكم. اما هي بقى فربنا يقدرني عليها. انت دلوقتي بقيتي حرة. جمعة وخلصنا منه. في احلى من الحرية؟ مش عارف. اللي عملته ده صح. ويا ترى الانسان اللي عملت عشانه كل ده هيقدر؟ شوف يا فريدة، أول ما شهور العدة تخلص هنتجوز على طول. عندك مانع؟ لا أبدا أبدا يا فهمي، بس الحكاية محتاجة شوية تفكير. ده أنا يا دوب لسه متطلقة النهاردة بس. آه وماله؟ خدي راحتك فكري على كده. على فكرة عاوني كلمني. الشركة قبلت المشروع بتاعه وحيوصل بعد كام يوم. أستأذن أنا بقى. ما لسه بدري. لا معلش كفاية قوي كده. الو مين يا فندم؟ فهمي بيه؟ لا يا فندم الست مش موجوده. راحت فين؟ راحت البنك يا فندم. حاضر حاضر هقول لك. مع السلامه. ما لو الباشمهندس علي جه خليه يستناك. ما يمشيش لما اجي. فاهمه؟ حاضر. Thank you.
صباح الخير يا ست هاني. الباشمهندس فوق؟ لا، مشي من الصبح، عدى علينا وشاف طلبات العمال ومشي. ما قالش راجع تاني؟ لا، قال مش راجع. يا بنتي صباح الخير يا طنط. صباح النور. امال علي فين؟ علي؟ علي راح الشغل يا بنتي. شغل؟ ده انا لسه جاي من مدينه نصر، قالوا لي ما جاش. هو قال هيتاخر عشان رايح الاسماعيليه. يبقى راح المزرعه. جايز يا بنتي. وهي منى فين؟ منى؟ اسكت يا بنتي، مش ده بخناقه كبيره مع بعض، ولمت هدومها وراحت غضبت عند اهلها وتحايل على علي وراح يصالحها من الراضي. طبعا اذنك يا طنط، اتفضلي يا بنتي مع السلامه. ايوه يا فندم. باشمهندس هنا يا مصطفى. موجود يا فندم. دوختني عليك، قلبت عليك الدنيا. انا كمان كنت هتجنن عشان اشوفك حبيبي. طب تعالى دلوقتي روح الغدا لحسن ميتة من جوه، وبعدين نرجع على هنا. مالك يا علي؟ ما بتاكلش ليه؟ لا انت مش مبسوط النهارده. مع اني جايبه لك خبر هيفرحك قوي. خلاص يا علي، انا خلصت من جمعه. ده كان كابوس واتزحمن على قلبي. مع ان خبش عليك، يعني هو الموقف كان صعب عليا قوي، لكن كل حاجه تكون عشانك يعني. للدرجه دي بتحبيني يا فريده؟ اخسى عليك يا علي، انت لسه بتشك في حبي؟ ربنا هو اللي يعلم قد ايه انا بحبك. انا صحيح اتجوزت مرتين لكن من غير حب. طب ده انا كنت هتجنن لما دورت عليك وما لقيتكش. تصدق انه رحت لك البيت نسيت نفسي؟ انت لسه مش مصدقني؟ لا اعوذ بالله، طبعا مصدقك. متهيألي بقى نقوم نمشي. نمشي نروح فين؟ ده انا مصدقت لقيتك يا علي. احنا نخلص اكل على طول ونروح على الاستراحه. طيب بتفضلي انت تسبقيني وانا هحصلك؟ ما انا معايا العربيه اللي انت شاريها لي. اخسى عليك يا علي، اوعى اسمعك تقول كده تاني، ده انا كل بنتك يا علي. انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. تعالى.
حاجه لازم تيجي معايا وتروحي الجمارك وتخلصي اوراق. بقول لك يا حبيبتي، ايه رايك لو تعملي لي توكيل واخلص انا الحاجات دي كلها وارجع لك تاني؟ ده يوم المنى يوم ما تتصرف في حياتي زي ما انت عايز يا علي. صباح الفل يا حلاوه. صباح القشطه يا هندسه. صباح الفل يا شباب. ايه احنا كمان مش هنسكن ولا ايه؟ والله مكسره فيك يا شباب، هاخد بياناتك دلوقتي. معاك البطاقه؟ بطاقه وباسبورت كمان، دقيقه واحده اجيبها لك. ماشي. بقول لك يا اسطى جاد، اؤمر اول ما اخلص كتابه العقود دي تاخدها وتروح تسجلها في الشهر العقاري. عينيا اوعى تكسل. معقول؟ دي فرصتنا. ربنا يخليك لنا يا باشمهندس، ربنا يخليك لاهل بيت الكوامل كلهم. ربنا يكرمك يا باشمهندس. بطاقه ايه يا هندسه؟ بسرعه كده يا شباب. هنا وانا قالب عليك الدنيا ما جاش في بالي انك هنا الا النهارده، قلت اكيد في العيد. انا سعيده قوي، الدنيا مش سايعاني من الفرح. انا بحب يا فهمي، بحب حقيقي. يا سلام، باين انك سعيده ما شاء الله، وشك مورد. مفيش في الدنيا اجمل من الحب يا فهمي. فعلا. ويا ترى بتحبي مين؟ بحب اعظم انسان في الدنيا، وهتجوز فيه. هتتجوزي؟ فهمي، ارجوك ما تزعلش مني يا فهمي. تعالى تعالى ما اقولك. ما اقدرش انسى جمايلك علي، لكن امال مين اللي بتحبيه؟ الحب ده كله هتتجوزي. علي هو ده اعظم انسان في العالم، بيحبني وهيعوضني عن كل حرمان السنين. بس ده مش من مقامك. ربنا يوفقك. ما تستنى، علي زمانه جاي، عايز اعرفك عليه. يمكن ما عجبوش. وحشتني. تعالى يا روحي، تعالى يا روحي مع نومك يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. علي، علي حبيبي، انا اسفه قوي. علي انا ظلمتك، معلش. انا لما رجعت من الشغل ولقيت اهل الحته عاملين فرح وزيطه بيحتفوا بحياتك، ما بقتش مصدقه نفسي وهما بيحكوا لي انك مضت لهم عقود وهيتنقلوا من القبور اللي عايشين فيها دي. كان نفسي كل الناس تكدبني، بس انت تصدقيني يا منى. اعذرني علي، ده من كتر حبي ليك كنتش مصدقه انك ممكن تخون اهلك. يا
الحمد لله اللي انت جيتي. انا كنت هروح لك البيت. ليه؟ بقالك يومين ما جيتيش، الباشمهندس سايب لي الجواب، قلت لا سيبك. طب بس خلاص، امشي روح شوف شغلك. يا ست هانم ده عزي. ايوه النهارده الصبح خد عفش ومشي وساب لحضرتك المفتاح. وما سابلكش ورقه عن تراخر؟ ما سابش الا المفتاح ده، وكان معاه الست مراته والست. طب بس خلاص ما سابكش. مش قادر اصدق نفسي، انا زي ما اقول في حلم كابوس مش قادر اصحى منه. معقول علي يطلع منه كل ده؟ يعني كنت مستنيه ايه من واحد واطي زيه ولسه ياما هتشوفي اكتر واكتر؟ الحكايه من اولها غلط في غلط. خد التوكيل اللي عملته له وفرق شقق مدينه نصر على الناس. معقول في انسان في الدنيا بالشكل ده؟ طبعا معقول حد قال لك تديله توكيل. حبيته وثقت فيه. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ انا مكتوب عليا اعيش عمري من الحب. زي ما عودتك انا دايما جنبك، مش هسيبك. طيب انا لازم انزل دلوقتي، بس عايزك تريحي، لسه قدامنا ايام صعبه. مش ممكن تتباع، محدش في الدنيا يقدر يشتريها.
ممكن تكون النوعية دي ما خطبتيش أبدا في حياتك، لكن أنا من النوعية دي يا فريدة. أنت ضحكتي عليا، حاولتي تفهميني إن أنت محتاجاني أقف جنبك كمهندس، واتضح إن أنت كنت بتحاولي تباديني عشان تهدي بيت الكوامل، بيت الكوامل اللي اتربيت فيه أنا وأهلي كلهم. وما اكتفيتيش بكده وبس، عشان تكملي كل مؤامراتك حاولتي تفهميني إنك بتحبيني. دي مش مؤامرة يا علي، أنا فعلا بحبك. لا يا فريدة، أنت بتحبي نفسك والفلوس وبس، وكل اللي أنت عايزة تضمنيه إن أنا أفضل تحت إيدك. أنت غلطان يا علي، أنا فعلا بحبك صدقني. أرجوك يا فريدة سيبيني أكمل كلامي. أنت عارفة كويس أوي أنا كان ممكن أعمل إيه بالتوكيل اللي معايا، بس أنا كل اللي عملته إن أنا رجعت حقوق الناس الغلابة، الناس اللي اتطردت من بيوتهم من غير ما يعملوا أي ذنب، يعني رجعت الحق لأصحابي. وأنا موافقة على كل اللي أنت عملته، مش كده وبس، أنا فلوسي كلها تحت أمرك. طبعا مش مصدقني، معاك حق. يمكن أنا قبل كده كنت معرفش يعني إيه معنى الحب، يمكن قبل كده حياتي كلها كانت غلط في غلط، لكن دلوقتي دلوقتي أنا مستعدة بيها الدنيا كلها ولا أخسرش لحظة واحدة من الأحساس الجميل اللي خلاني أحس إني بني آدم. أرجوك يعني إحنا لازم نتجوز يعني. فريدة، انت ناسية ان انا متجوز وعندي ولد؟ لا يا فريدة، انا سكتي غير سكتك. ارجوك يا علي ما تخطبنيش، انا بحبك يا علي ارجوك، صدقني يا علي انا بحبك يا علي ارجوك يا علي صدقني يا علي. توكيل اهو يا فريدة. لا لا يا علي. ومفاتيح العربية. صدقني يا علي أنا بحبك، ما تسيبنيش يا علي، ما العمارة هتقع يا باشمهندس. تقع؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ في لجنة جت وفحصت الأساسات والصبة والعمدة الخرسانية وقررت إزالة العمارة. لا يا فندم ده ملعوب، ملعوب ومش هينطلي علينا أبدا. والله ملعوب مش ملعوب، دي مش مسؤوليتي. لو سمحت اتفضل بره. لا اسمعوا يا جماعة، محدش يتحرك من هنا، العمارة دي سليمة. أنا أتحدى أي لجنة في الدنيا ممكن تقول إن العمارة دي هتقع. شوفوها إذا كان اندعك عليكم المرة اللي فاتت فالمرة دي مش هيحصل أبدا. انتوا أهل بيت الكوامل؟ أيوه. أمال فين الباشمهندس علي سعد الدين؟ أنا يا فندم. أنت مطلوب القبض عليك. أنا ليه؟ في تهمة الغش في الأساسات. أنا؟ والاتجار في الأسمنت وحديد التسليح في السوق السوري. أنا يا فندم. تفضل معايا.
حاضر. انا هاجي مع حضرتك عشان اعرف مين اللي عمل فيا الملعوب ده. مبسوطه؟ ونحط التلاجة هنا ونحط النملية هنا ومن عزل
ودينا عربيه صغيره. انا تعبان من عيشه الحيوانات اللي احنا عايشينها هناك. مش ممكن تتخيلي يا مدام الحياه هناك عامله ازاي. لا في ميه ولا في نور ولا في هواء. مفيش انسان طبيعي يقدر يعيش العيشه دي ابدا. بقى استاذنهم ربنا قال ويبقى عندي بيت زي ده ويجيب لي 20 جنيه في الشهر. بيت الكوامل إخراج عاطف سالم.